طبعا الآباء جاوبوا بالتفصيل على هذا السؤال، ولكن المختصر المفيد ان تدبير التجسد كان في قصد الله، بغض النظر عن انه اذا كان الانسان قد سقط في الخطية او لم يسقط. تقولي لي طب وهيتجسد ليه ما دام الانسان ما سقطش في الخطية؟ لان الانسان الاول كان شاخصا في النور، وكان في النور الأزلي في الكلمة، وكان مدعوا لأن ينمو في هذا الشخوص حتى يصل إلى درجة الاتحاد به. ده واحد. اتنين، أنه كان عنده فرصة الشخوص في النور لكنه كان معرض للسقوط. لماذا كان سيتجسد الكلمة؟ علشان يوصل الإنسان إلى كمال صورة الاتحاد بالكلمة، اللي هي صورة يسوع المسيح، اللي هي غير قابل للسقوط بعد كده. فإذا يسوع المسيح هو بكر كل خليقة، هو اتولد في الزمان، بس هو كان حاضرا في تدبير الله منذ خلق الإنسان، ومن ثم هو أول خليقة أيها بحسب القصد والتدبير. فتقولي لي بقى أننا كنا موجودين، نعم كنا موجودين في المسيح، اختارنا فيه.